دكتور مايكل مورغان، اهلا بحضرتك في قناة اللوجوس. اهلا وسهلا دكتور محفوظ. دكتور مايكل، حدثنا اليوم عن الاعلام ودوره واهميته، ومن الحديث المقدم من جميع الناس اهمية دور الاعلام، وان الاعلام اصبح الان سلطة رابعة، وانه مش بس بيقدم الحدث انما احيانا بيشترك في صنع الحدث. حضرتك لك دور في الإعلام وبتقدم برنامج الحقيقة محبوب جدا على شاشة القاهرة والناس. عاوز أعرف رأي حضرتك من وجهة نظرك كإنسان مقيم في الولايات المتحدة بالنسبة للإعلام المصري ودوره في الفترة القادمة. هو طبعا الإعلام الأخطر وأهم الأسلحة اللي الدولة لازم يعني تستفيد منها لنمو الدولة، لأن الإعلام بيخاطب الناس بشكل مباشر. يعني أنا بحس إن الإعلاميين ليهم أدوار أكبر بكتير من المحافظين ويمكن الوزراء كمان. مهم جدا إن الإعلام يبقى مقدر حجم المسؤولية ديت، مقدر إن صوته بيوصل للشعب بشكل مباشر، مفيش باصر سيستم بينهم وبين الشعب. فالمعلومة اللي بتتقدم للشعب لازم تبقى معلومة صادقة وأمينة، ولازم تبقى معلومة إيجابية، يستحسن طبعا إنها تبقى معلومة إيجابية. أنا عارف إن طبعا في سلبيات كتير، بس إحنا ممكن نتكلم في السلبيات وما نشتغلش، وممكن برضه نتكلم في السلبيات وندي اقتراحات. يعني فأنا بفضل إن لو عندنا مشاكل ما فيش مشكلة إن إحنا نتكلم فيها، بس لازم يبقى نبص لها بشكل بناء، إن إحنا بنبص إن في مشكلة. طبعا نقعد بقى نتكلم في المشكلة إن في مشكلة وفي مشكلة، ولا نحاول نساعد البلد ونساعد الدولة ونساعد القائمين على صناع القرار دلوقتي ان هم يخرجوا من مشكلة ازاي؟ ساعات يمكن الاعلامي بيبقى باصص للمشاكل بمنظور مختلف عن منظور المسؤول، ودوت ممكن يبقى ديت حاجة تستخدم في الصالح العام، ان هو ان المسؤول يسمع للاعلاميين ويشوف ان الاعلاميين هم اللي تقريبا بيقابلوا الناس، سواء كانوا مذيعين او صحفيين او اي نوع من انواع الاعلام، يعني وهم على تواصل مباشر بالشعب. طب مهم جدا الفتره القادمه ان احنا نركز على الجزء الايجابي، نركز على الانجازات اللي بتعملها مصر عشان نقدر ننهض في مصر. طيب يعني النقطه دي هي ربما النقطه اللي كثير من الناس بيتناولوها. بالتاكيد مصر في هذه الفتره محتاجه لإيجابية في التعامل مع كل شيء، لكن بعض الناس بيقولوا ان يعني المبالغة في تصوير الناحية الإيجابية بدون تسليط الضوء على الناحية السلبية والأخطاء ربما لا يكون في مصلحة مصر في هذا الوقت. كيف ترى هذا الأمر؟ لا أنا موافق طبعا تماما، ما هو يعني ما هو الدنيا مش أبيض وأسود، بس في ألوان كتير. يعني اللي أنا عايز أقوله إن إحنا نركز على الإيجابيات، بس في نفس الوقت إن إحنا نعالج السلبيات. يعني مش هنضغي، مش هنقفل عينين عليها، لا هنتكلم فيها. بس انا بقول طريقه عرض السلبيات ان هي، انا بحب دايما حسب في شغلي الخاص لما حد بيجي لي في مكتبي بمشاكل، فبقول له يعني دايما هم كل شغالين معايا عارفين ان انا بحب لما حد يجي لي بمشكله على الاقل يديني اقتراح، يعني من وجهه نظره الى ان هو شايف ان المشكله دي حصلت، وانا اسمعه ممكن اخد بالاقتراح ده او ممكن ما اخدش فيه، بس ممكن يبقى بعد انا ما بفكرش فيه. فطبعا التسخين في الحاجات الايجابيه فقط دوت سلاح جبار طبعا، يعني دوت ممكن يهدر بالدوله تماما. لكن يعني خير الامور الوسط، ان احنا لازم نبقى يعني ما نهملش الايجابي وما نفخمش بالسلبي، او ما نفخمش بالايجابي ونهمل بالسلبي. يعني لازم نتعامل، الدنيا ما بتمشيش اتجاه واحد، يعني حتى الشوارع تو واي، فلازم نبقى شايفين يعني ايه يد تبني ويد تحارب، يعني زي ما بيقولوا، يعني لازم ننظف ونبني، ننظف ونبني، ننظف ونبني. طب دكتور مايكل، هل انت من مؤيدي يعني قوانين تضمن انه الناحيه السلبيه ما تصبحش ضاغيه، او انه مثلا الناس الاعداء الوطن اللي موجودين حاليا اللي بيستغلوا بعض الاعلام المملوك لبعض يعني الحرس القديم، هل ترى أن الدولة تنظم هذا الأمر أم يترك تنظيم هذا الأمر للمشاهد وحكمة المشاهد؟ هو بص أنا دايما يعني في الأمور الطبيعية وفي الوضع الحالي، الحقيقة أنا بحب أن كل الناس يبقى كل واحد يقول رأيه
والمشاهد هو اللي ليه انه يختار يسمع لمين. دوت في الامور الطبيعيه. لكن احنا يعني انا شايف ان احنا من ساعه ما دخلنا في ثوره 25 يناير لحد دلوقتي احنا في مرحله مش مستحمله ان احنا نجامل باراء الناس، ويعني مش محتاجين ان احنا نقامر. يعني ما نقدرش ناخد المقامره، لازم تبقى ليها حدود. معروف ان الرؤيه الواسعه لمصر ان البلد ماشيه ازاي، واحنا كلنا ضد الاخوان وضد الجماعات الارهابيه، فما ينفعش يعني اوافق ان قناه ارهابيه تطلع تفتح مثلا وتعمل بث مباشر. ما ينفعش. يعني انا عارف ان الراجل دوت جاي يخرب البلد، ف ايفن ذو انا بحب ان كل الناس تتكلم، بس دوت ما ينفعش انه يتكلم، وعلى الاقل ما ينفعش نتكلم دلوقتي لان احنا في وضع حساس. فيعني انا في الجنرال بقول ان المشاهد هو اللي يحدث، لكن في المرحله اللي احنا فيها لازم يبقى فيه كنترول من جهه عليا. كلام جميل وسليم، وانا ربما اتفق معاك انه في الفترة القادمة مسألة أمن قومي أكثر منها مسألة حرية صحافة أو حرية إعلام، لابد أن يكون فيه نوع من الضابط، ولكن لا يأتي على حساب مساحة حرية مقبولة يتحرك فيها أي صحفي أو أي مذيع برنامج من أجل تسليط الأضواء على الأخطاء لألا يصبح الأمر. هو انا موافق مع حضرتك، بس هو في نقطه لديت حضرتك نقطه اثرتها، ان في ناس كتير بتشتكي بقانون الصحافه الجديد وقانون الارهاب، قانون الارهاب سوري مش قانون الصحافه. هو قانون الارهاب كله بيقول ان لو صحفي نقل خبر مش مظبوط او مغلوط هو عنده مشكله. فيعني لو في صحفي مش ناوي يغلط ويالف عمره ما يبقى عنده مشكله، لكن لو في واحد هيقعد يالف ويعمل مشاكل ويطلع اشاعات على البلد ما هو يعني البلد مش مستحمله. يعني توني بلير لما جه حصل تفجير في بريطانيا قال ما حدش يكلمني على حقوق الانسان لما يمثل امن القومي. نعم. اشمعنى بقى في بريطانيا ينفع وفي مصر ما ينفعش؟ كلام سليم 100%. دكتور مايكل مورغان اشكرك شكرا جزيلا على هذه النقاش الجميل، ونتمنى يكون لنا لقاءات في المستقبل. اشكرك لاستضافتك. شكرا.